طلبت الأمم المتحدة الحكومة اليونانية بنقل طالبي اللجوء في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس محذرة من تفاقم الوضع الإنساني في الجزيرة. وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة إن أكثر من 7000 من طالبي اللجوء والمهاجرين، ربعهم من الأطفال، مكدسون في الملاجئ في مركز استقبال موريا في الجزيرة الذي بني ليتسع في الجزيرة التي بنيت لتتسع 2000 شخص.